أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحييكم من جديد في غرفة الأخبار، حيث وصلنا الآن لفقرة ضيف التحرير، وفيها سنستضيف السيد وديع مديح وهو نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك للحديث عن ازدهار التجارة الإلكترونية في زمن كورونا ومواضيع أخرى تهم المستهلك المغربي. إذن ينضم إلينا عبر سكايب وديع مديح نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعية حماية المستهلك. سي وديع أهلا ومرحبا بك. سي وديع هل تسمعني؟ سي وديع معك. كان سمعك. مرحبا بك معنا في ضيف التحرير على شاشة ميدي أن تي في. ما كان سمعت شي واحد كيهضر معايا. إذن بانتظار معالجة هذه المشكلة في الصوت نتمنى ينضم إلينا السيد وديع مديح بعد قليل الحديث عن التجارة الإلكترونية التي ربما يمكن أن نقول بأن رب ضارة نافعة. هذه التجارة ازدهرت بعد تفشي جائحة كورونا وكانت هناك أرقام هامة وهامة جدا سجلت في المغرب أو حتى على الصعيد العالمي، خاصة يعني في اقتصادات الكبرى على غرار الولايات المتحدة التي كان فيها أرباح بملايير الدولارات لشركات وادي السيليكون، وفي المغرب أيضا ازدهار والأرقام يعني في تقدم أكثر من 1000 موقع ينشطون بالبلاد في التجارة الإلكترونية، ولكن هذا لا يمنع بأن هناك مؤاخذات للمستهلك المغربي وبأن وزارة التجارة أيضا بدورها تبحث عن تقنين هذه الوظيفة التي تتمتع بها المواقع الإلكترونية الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وأيضا رقمنة الاقتصاد بشكل عام والتجارة الإلكترونية جزء لا يتجزأ من ذلك. لا أعلم أن تم حل المشكلة أعزائي في إذن لازلنا بانتظار انضمام السيد وديع مديح للحديث عن هذا الموضوع، ولكن سنناقش عدد من القضايا، سنناقش أيضا ربما بعض الشكاوى التي يرفعها المواطن المغربي بسبب التجارة الإلكترونية، من سواء حقه في معرفة هوية البائع أو حتى رد السلعة في حال تم شرائها عبر البطائق البنكية وأمور أخرى، منها الثقة، هل يمكن بناء ثقة مع تجار على مستوى المواقع الإلكترونية التي كما قلنا انتشرت وحققت أرباح كبيرة جدا في ظل تفشي وباء كورونا. مواضيع كثيرة جدا ومحاور كثيرة أيضا معنا في حلقة اليوم من ضيف التحرير. سي وديع تسمعني الآن؟ أسمعك نعم. مرحبا بك. إذن عادات استهلاكية ربما كثيرة فرضتها جائحة كورونا على المستهلك على المستوى المحلي، نتحدث هنا في المغرب كثر أصبحوا يقبلون على التجارة الإلكترونية أو التبضع عبر الإنترنت، ومواقع إلكترونية ومواقع تجارية على الإنترنت استغلت هذا العامل وقامت بالترويج لعدد كبير جدا من البضائع. كيف تنظر إلى واقع التجارة الإلكترونية في المغرب هذه الأيام؟ هو حقيقة التجارة الإلكترونية هاد الستة الأشهر الأخيرة يعني في هاد الجائحة هذه عرفت واحد الازدهار مهم جدا مقارنة مع سنوات أو الشهور الفارطة. حقيقة كاين هناك واحد تعامل بين المستهلكين وبين الموردين في هذا الباب هذا، اللي هو كذلك ساهم من ناحية للمستهلك أنه وفر ليه واحد المنتوجات أو لو واحد الخدمات عن بعد، إذن ما بقاش عنده الحاجة أنه يخرج للسوق ويقتني هذوك المنتوجات دياله حفاظا على الصحة دياله والسلامة دياله وكذلك حفاظا على الصحة والسلامة ديال الآخرين. وكذلك من الجانب ديال المورد هناك كان هناك بديل لهاد التجارة هذه اللي عرفناها بدلات التجارة العادية واللي بعض الموردين خدموا بهاد التقنية هذه باش يساعدوا أو لا باش يبدلوا هاد التجارة ديالهم اللي كانت في الأوقات ديال الكوفيد أو في أوقات ديال الحجر كانوا ما يمكن ليهمش يحلوا المحلات ديالهم، فبالتالي هما بدلوا هاد التجارة الإلكترونية بالتجارة العادية، وهذا كنظن بأنه مهم جدا لأن المستهلك المغربي كذلك عرف واحد القفزة نوعية في هاد الباب هذا. إلا أنه الملاحظ أنه بعض ما بقيناش نقولوا بأنهم تجار
ولكن باعتبارهم انهم ما كيخدعوش اي القوانين اللي معمول بها تجاريا او القوانين اللي الدوله دارتهم باش يكونوا كذلك كتجار معروفين عندهم قوانين ديالهم. كاين هناك خصوصا في بعض المواقع التواصليه او حتى في المواقع الالكترونيه كاين هناك اناس اللي ما كيحترموش اي القانون، وهذا هو المؤسف. نعم، سنتحدث عن الخروقات ربما وايضا شكاوى المواطنين وايضا الاشراف المباشر من طرف وزاره التجاره على هذه المواقع وتقنينها بامور قانونيه 100% لا تضر بمصلحه المستهلك، ولكن قبل ذلك نبقى مع كورونا وما فرضته من عادات استهلاكيه جديده، هل يمكن ان نقول بان ثقافه تبضع عن بعد ان صح التعبير يمكن ان تستمر بعد باذن الله ايجاد لقاح لكورونا وعوده الامور الى مجاريها ويعني تلاشي ربما حاله الطوارئ الصحيه وبالتالي يكون هناك عودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت قبل تفشي هذا الوباء، هل يمكن أن تتحول إلى ثقافة لدى المواطن المغربي وتنتشر مواقع أكثر وتكون حتى القيمة المالية لهذه التجارة أكبر؟ وكنعرفوا حقيقة بأنه في التجارة الإلكترونية هذه سنوات على الصعيد الوطني عرفت واحد القفزة نوعية، عرفت واحد قدر المعاملات ديال هاد النوع من التجارة على الصعيد العالمي، عرف واحد الازدهار كبير. في المغرب منذ 2012 تقريبا التجارة الإلكترونية كانت بدات في واحد في الظهور ديالها في المغرب، الا انه الملاحظ انه هاد التجارة الإلكترونية حقيقة خاصنا نقولوا بأنه هاد التجار هادو أو هاد الموردين اللي مشاو في هذا الاتجاه كانوا شباب، كانوا أناس متحمسون باش يديروا هذا النوع من التجارة، ولكن يمكن وللملاحظ أنه عرف فيها واحد الفتور. ففي هذا الوقت ديال الكورونا فحقيقة عاود ثاني ازدهرت هاد التجارة هذه، يمكن ماشي بالنوع اللي خاصو يكون، ولكن كنظن بان العادات والتقاليد ديال المستهلكين اكيد انها تبدلت واكيد انها غادي تبدل من هنايا للقدام باش نعرفوا بانه كاين هذا النوع من التجاره ويمكن لنا نعملوا بهذه التجاره هذه، لانها على الصعيد العالمي هي نوع جديد من التجاره ونوع جديد من التعامل بغض النظر على وجود الجائحه او لا عدم وجود ديالها. فهذه التجاره هذه هي اكيد انها غادي تعرف واحد الازدهار، لان العالم كيف ما قلنا العالم كله غادي يمشي في هذا الاتجاه هذا، والدليل على ذلك هو انه كاينين معاملات تجاريه اللي عرفت واحد الازدهار، خصوصا الاداءات عن بعد حتى هي كذلك عرفت واحد النوع من ازدهار، رغم انه كاين واحد الضعف خلال مقارنه مع مع مع, مع الشهور الفائته بالنسبه للدفع، ولكن هذا راجع الكون المستهلك المغربي او للمواطن عاده كان كيتخوف عنده واحد التخوف، ولكن كيف ما قلنا التجاره الالكترونيه عندها مازال واحد الايام قدامها باش تزدهر وباش تزيد الامام. المغرب راه الله واصلين في واحد القدر قليل من المعاملات مقارنه مع التجاره العاديه، ولكن هذا نوع من التجاره اللي خاصو يعرف هذا الازدهار، اللي خاصو يعرف هذا النوع من النمو، لان هذه التجاره هذه كتعطينا حقيقه كتعطي للمستهلك واحد النوع من الاريحيه، لانه يمكن لي ان نتبضع وانا في المنزل ديالي او لا في المكتب ديالي بلا عناء، يمكن لي انني اقتني منتوجات وانايا خاصه ما نمشيش، وخصوصا في هذه الايام هذه. صحيح هناك امتيازات كثيره جدا استاذ وديع في ظل تفشي وباء كورونا وحاله الطوارئ الصحيه، ودليل على ما تفضلت به يعني هناك انشاء سنه 2020 فقط 300 موقع للتجاره الالكترونيه، 2009 يعني بداية هذا النشاط كان هناك 500 موقع نشيط على مستوى التجارة الإلكترونية، 2017 إحصائيات وأرقام 2017 تقول أنه 120 مليار يعني نسبة أرباح التجارة الإلكترونية والمبالغ المالية الموظفة فيها. صحيح هذا يعني مع عدد كبير جدا من الدول الأجنبية التي لها باع طويل في هذا المجال لا يمكن مقارنته، ولكن كما قلنا هي ثقافة جديدة يتم ترسيخها داخل الاقتصاد المغربي، ولكن ماذا عن عامل الثقة ما بين المستهلك والتاجر على مستوى التجارة الإلكترونية، خاصة في بعض الأحيان يعني نسمع أخبار من هنا وهناك عن قرصنة البطائق البنكية،
هناك عامل الثقة ربما لا زال يترنح بنسب مئوية ما بين المستهلك والتاجر. بالنسبه للثقه فكاين هناك عده عوامل باش يمكن اننا نتكلموا على الثقه بين المورد والمستهلك. فكيف ما قلنا بان كاين واحد النوع من التخوف بالتعامل بالبطاقات الائتمان او البطاقات البنكيه، كاين كذلك هناك تخوف من القرصنه كذلك، كاين هذا النوع. ولكن اللي بغيت ناكد عليه في هذا الباب هذا، وبالنسبه للمغرب فانا كنظن بان انه قليل جدا انه كتكون عندنا هذه القرصنه ديال هذه البطائق. لانه علاش؟ لان الائتمان او لا سيكوريتي ديال هاد لا ترانزاكسيون هذه ديال هاد المعامله التجاريه فهي كتكون مؤمنه ومؤمنه جدا، حيث اننا كنعتمدوا على واحد ثلاثه ديال الانواع ديال الائتمان لي سيكوريتي اللي كاينين. دونك كاين الاولاني هو اللي ما كنقوم انا كمستهلك، فانا كنأكد التجاره كنأكد الشراء ديالي عبر الانترنت، وكتجيني واحد كيجيني واحد الرساله الكترونيه اللي كنأكد فيها كذلك الاقتناء ديال المنتوج ديالي. كاين كذلك ملي كنقوم بشراء واحد هذا المنتوج او واحد الخدمه عبر الانترنت فهي كتجيني التاكيد كذلك عبر رساله نصيه ديال اس ام اس من طرف البنك، واللي هي ما عندها حتى شي علاقه مع التاجر. وهنايا كاين كذلك هذا تاكيد على انه هاد لا ترانزاكسيون بانك هاد لا ترانزاكسيون كوميرسيال او لا هاد المعامله التجاريه فهي كدوز في امان بالنسبه لهاد الباب هذا. كيكونوا كذلك كاين مشاكل ديال القرصنه، ولكن خصوصا اذا تعاملنا مع مواقع الكترونيه خارجيه وكنأديو بالبطاقه الوطنيه كنأديو بالبطاقه البنكيه، ولكن ماشي في الاطار ديال المحلي هاد لا ستركتور ماروكان. ملي كندوزو على ماروك تيليكوميرس مثلا، كاين التاجر كاين ماروك تيليكوميرس اللي كيضمن لنا هاد المعامله التجاريه، كاين السيمي اللي كتضمن لنا المعامله البنكيه. فهنا كاينين واحد الا بغينا نقولوا واحد الحواجز اللي هي كتامن لنا هذا الباب. المشكل الثاني اللي كاين بالنسبه للثقه بين المورد والمستهلك هو حقيقه المورد المغربي مازال ما كيطبقش القوانين اللي هي كتضمن واحد النوع ديال السلامه التعاقديه بين المورد والمستهلك. علاش؟ لانه زعما تو سامبلومون ما كتحترموش هذوك القوانين او القانون اللي معمول به في المغرب. صحيح، وهذا ربما ما يؤكده سي وديع ان هناك عشرات الرسائل الانذاريه التي قامت بها المصلحه المسؤوله في وزاره التجاره بالنسبة لعدد كبير جدا من المواقع الذين يمارسون التجارة الإلكترونية. ولكن في هذا الصدد يعني هناك بعض الأمور التي ربما ترعاها المؤسسات الخاصة بحماية المستهلك، مثلا إرجاع السلعة إن صح التعبير، وأيضا الحصول على المبالغ المالية المدفوعة في حال لم تعجب مثلا ربما تلك السلعة المواطن، لأنه لديها صورة جميلة منمقة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو في الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الشركات التي تبيع بعض السلع، ولكن قد يراها المستهلك بصورة مغايرة تماما، أو في هناك ضعف بالجودة ربما لدى تواصله بتلك السلعة. فكيف تراعون ربما مصلحة المستهلك قبل كل شيء في أن يكون لديه بعض الحقوق في التعامل من خلال التجارة الإلكترونية؟ هو حقيقة ماشي عشرات الرسائل الإنذارية، بل هي مئات الرسائل الإنذارية اللي مديرية حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة قامت بالإرسال ديالها لبعض المواقع الإلكترونية. ومع الأسف الشديد رغم أنه كاين هناك هذه الرسائل الإنذارية، مع الأسف الشديد رغم أنه كاين هناك عقوبات اللي كت دار لهذه المواقع الإلكترونية، إلا أنه مازال كنلاحظوا بأنه جل المواقع الإلكترونية لا تحترم القوانين اللي هي اللي كتحفظ هذا النوع من العلاقة التجارية. فالقانون ديال حماية المستهلك وكيف ما تفضلتوا وتكلمتوا أنه ملزم المورد المغربي، المورد عامة وخصوصا اللي هو كيحكم عليه القانون المغربي، ملزم أنه يحترم هذاك الأيام السبعة ديال التراجع، ملزم أنه يعطي جميع المعلومات
الخدمات الكافية للمستهلك، ملزم أنه يرجع له المبالغ ديالو في الحالة ديال أنه ما رسلش ليه البضاعة أو ما وفاش بالخدمة اللي خاصو يعطيها ليه. إلا أنك لاحظوا كاين هناك مازال واحد النوع من التراخي من طرف هاد الموردين، واللي خطير جدا، اللي خطير جدا هو أنه كاين بعض المواقع أو لا بعض لي ريزو سوسيو هاد ديال المواقع الاجتماعيه اللي كيقوموا فيها بعض الاشخاص ببيع المنتوجات واولا الخدمات، واللي هما اصلا ما كيكونوا شيء شركات او ما كيكونوا شيء تجار معروفين لدى السلطات. وهنا في كيكون المشكل، وهنا اللي كيصعب لا على السلطات المراقبه ولا على جمعيه حمايه المستهلك انها تضبط هذا التاجر هذا، لانه هو اللي كيسبب لنا الخطر. اما التاجر اللي كيكون هو معروف فكتسهل علينا المهمه ديالو في الاتصال به. صحيح، وربما هذه ربما مؤاخذات جمعيات حمايه المستهلك التي تطالب بان يكون هناك تعرف على هويه البائع قبل ان يكون هناك ترخيص بالتجاره الالكترونيه. اريد ان اتساءل معك استاذ وديع، هل ساهم انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الإقبال عليها من طرف المغاربة، يعني يمكن أن نقول إحصائيات وأرقام 2016 أو 2017 16 مليون منخرط في منصات التواصل الاجتماعي بمختلف فئاتها، العدد تضاعف في 2020 أو يعني ارتفع بنسب كبيرة جدا، الإقبال على منصات التواصل الاجتماعي التي تعتبر هي ربما وسيلة ذات نجاعة كبيرة جدا بالنسبة للتجار على مستوى التجارة الإلكترونية، هل يساهم في ازدهار هذه التجارة؟ وأنت قلت بأن الأرقام يعني ليست ربما في مستوى الطموحات أو لا تمثل نسب كبيرة جدا من الاقتصاد الوطني، ليس على غرار عدد كبير جدا من الدول الغربية التي كما قلنا لها باع طويل في هذا المجال. هو المواقع التواصل الاجتماعي كنظن أنها خاصة تكون وسيلة باش يمكن انها تقوم بالدعايه اولا بالاشهار اولا بجلب المستهلكين الى هذه المواقع الالكترونيه باش يقوم بالتجاره. الملاحظ هنا ومع الاسف الشديد لانه ما كاينش هناك واحد الاطار القانوني لكي يضمن الحقوق ديال المستهلك في هذا الباب، هذا كنوجدوا بانه كاينين تجار اولا اناس كيف ما قلت قبيلات كيقوموا ببيع وشراء مع المنتوجات او الخدمات وهما ماشي تجار قانونيين، وهذا هو الاشكال اللي كاين. اما باش انه هذه المواقع التجاريه كتساهم كذلك في الاشهار، كتساهم كذلك في تبليغ المعلومه للمورد للمستهلكين، ولكن كيبقى كذلك هناك هذا الباب هذا كيجلب لنا واحد النوع من التجاره الغير مقننه، نوع من التجاره اللي هي كتسبب الاخطار للمستهلكين، لانه يقدر يمكن نبيعوا فيها جميع المنتوجات اللي هي غير معروفه او لا غير ذات صلة أو لا غير ذات جهة معروفة، كيقدر تسبب لنا كذلك بعض الشنآن أو لا واحد الخصومة بين الطرفين. والإشكال هو أنه نعطيه مثال لهذا الشيء هذا باش نوضحوا الصورة. ملي كنشري أنا مثلا من المواقع التواصل من فيسبوك أو من الواتساب أو من الانستغرام، فأنا مع هذاك الوقت كنتعامل مع رقم هاتفي، كنتعامل مع رقم هاتفي، هذا الرقم الهاتفي مثلا أو لا اسم اللي غدا ولا بتغدا كيمشي، وانا ما كنعرفش شكون هذا الانسان اللي بالينا. الجمعيه ديال حمايه المستهلك في هذا الباب توصلوا بواحد العديد ديال الشكايات، ولكن ملي كيقوموا بالبحث ديالهم او ملي كيقوموا بالتقصي على هاد التجار هذو فهم ما كيلقاوش. فالرقم الهاتفي يمكن انا اليوم شريت واحد البطاقه ديال هاتفيه وغدا غادي نبدلها وغادي نعاود نفس التجاره، وهذا هو اللي كيسبب الخطر. اما بالنسبه للمواقع اللي كيقوموا بالدعايه ديالهم او اللي كيقوموا ببيع المنتوجات ديالهم عبر المواقع التجاريه فهذا ما كيسببش خطر طالما انهم كيحترموا القوانين. نعم. الجريمة العامة. نعم سي وديع، هناك خطر اخر ربما وايضا ما ربما يعني يضعف الثقه ما بين المستهلك والتاجر خاصه على مستوى التجاره الالكتروني، هناك بعض السلع التي يتم استغلال ربما بعض المشاهير داخل المغرب من اجل الترويج لها وتكون بجوده اقل وباسعار واثمان مرتفعه جدا لا تتناسب مع قيمه تلك السلعه.
ما هو دوركم كجمعيات لحماية المستهلك في هذا المجال؟ ستكون الأثمنة ربما مضاعفة، خاصة في عهد كورونا، في زمن كورونا كان هناك ترويج لبعض السلع الضرورية وجودتها يعني لا تناسب ذلك الثمن المطلوب منه، ولكن استغلال بعض المشاهير الذين لديهم عدد كبير جدا من الفولورز في منصات التواصل الاجتماعي يجعل هناك إقبال كبير عليها. هنا أين يكمن دور جمعيات حماية المستهلك؟ هنا في هذا الباب هذا خاصنا ننتبه جيدا، لانه احنا ملي كنتكلموا على الاثمنه فهنا كذلك الدور ديال المستهلك خاصو يكون حاضر. ما يمكنش نتكلم انايا على ما يمكنش جمعيه حمايه المستهلك غادي تدافع على واحد المستهلك اللي هو اصلا شاف هذاك الثمن واقتنع به واقتناه، بغض النظر انه هذه الشركه اللي كتقوم بهذا الشيء كتقوم بدعايه او لا ما كتقومش بدعايه او لا كتعمل في هذه الدعايه هذه كتجيب واحد اناس كيف ما قلتي بانهم مشاهير وكيغريوا المستهلك. فدور المستهلك كذلك هو يكون واعي، لانه لكن احنا امام مستهلك اللي هو غير واعي، فبالتالي هذا اكيد انه غادي يطيح في المصيده وبالتالي غادي 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 غادي, غادي يشري واحد المنتوجات اللي هي حقيقه ماشي منتوجات اللي عندها اولا ما عندهاش قيمه يمكن، او لا منتوج اللي هو غير ذا جوده. هنايا ملي كنتكلموا على الجوده فخاصنا ناخذوا بعين الاعتبار كذلك بانه كاين قوانين اللي كتنظم هذا النطاق ديال الجوده، وكاين قوانين اللي هي زجريه اللي هي يمكن انها تدخل السلطات المعنيه باش 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 يقوموا بزجر هذا النوع من التجاره، الا ان المستهلك حتى هو خاصو يقوم بالدور ديالو ويقوم بالتبليغ ديالو باش يمكن انه لا السلطات المعنيه ديال المراقبه ولا جمعيه حمايه المستهلك يكون عندهم هذا الوعي. الدور ديال الجمعيه لحمايه المستهلك حاليا دورها توعوي وتحسيسي، وكنظن بان المستهلكين كذلك خاصهم يلتجؤوا هذه الجمعيات وخاصهم يسولوا. والمهم كذلك هو ملي كنتكلموا على الاعلام ديال المستهلك، فالمستهلك كذلك هو ملزم انه يقلب ويسول قبل ما يقتني. الاشكال اللي كنلقاو كذلك مع المستهلكين هو انه المستهلك كيقتني وعاد كيلقى المنتوج مقلد، لانه كاين منتوجات مقلده كثيره او لكن كاين منتوجات غير ذا جوده، وهنا فين كيطيح في هذيك المصيده وعاد كنبداو نقلبوا على شكون هو الموريد، شكون هو هذا الانسان اللي باع لهذا السيد هذا، واش هذاك المنتوج ذا جوده او لا. وهنا خاص نستحضروا الوعي ديال المستهلك في العمليه هذه، لانه سواديع للمستهلك على ان يكون حريص من ان لا يغتر بالاعلانات التجاريه الخاصه ببعض السلع، وان يكون يعني منطقي في التعامل معها، وان تكون الاسعار مناسبه ربما لجوده ذلك المنتوج. في سؤال اخر يتعلق بهناك يعني دول كثيره جدا ازدهرت فيها التجارة الإلكترونية في عصر كورونا، في زمن كورونا. على سبيل المثال الحصر شركات وادي السيليكون في الولايات المتحدة حققت أرباح بالمليارات، بل إن الأرباح تضاعفت بنسبة 146% مقارنة بالسنة الماضية، يعني أن كورونا كانت بمثابة رب ضارة نافعة إن صح التعبير. اليوم في المغرب يعني في النشرة الاقتصادية قبل قليل مؤشرات تشير إلى تراجع الرواج التجاري بنسبة 50% في المغرب. هل يمكن أن يكون للتجارة الإلكترونية دور إيجابي، دور نافع من خلال الاستثمار فيها أكثر ورقمنة الاقتصاد الإلكتروني، وفي نفس الوقت لما لا أن تكون جائحة كورونا وسيلة ربما لتطوير هذه التجارة التي قد تنقذ الاقتصاد الوطني نوعا ما فيما يخص مسألة الرواج التجاري؟ أنا كنظن بأنه التجارة الإلكترونية في هذا الوقت هذا ديال هذه الجائحة هذه لو من زعما إلا ما كانت شيء هذه التجارة الإلكترونية يمكن كان حتى الاقتصاد الوطني يعرف تدهور أكبر من ذلك، لأنه الشركات اللي قاموا بالتجارة الإلكترونية وحنايا كنعرفوا بأنه راه شركات كبرى وخصوصا بعض الشركات ديال المتاجر الكبرى أو لا بعض المتاجر اللي تحولت من التجاره العاديه الى التجاره الالكترونيه باش يمكن لها انها تحافظ على الاقل بواحد النوع من قدر المعاملات اللي كتقوم به. فانا كنظن بانه لولا هذه التجاره الالكترونيه في هذا الزمن ديال الكورونا يمكن كما قلنا انه القدر المعاملات ديال الشركات غادي يكون منخفض، ولكن هو اكيد انه التجاره الالكترونيه كيف ما قلنا هي في بدايتها، رغم اننا كيف ما قلتي وانا التجاره الالكترونيه بدات 2009 او لا 2012 ملي عرفت واحد الازدهار شويه مهم، ولكن الا ان
هاد التجاره الالكترونيه كنظن بانها خاصها تكون غادي تعرف اكثر من ذلك، ولا الى توجدوا لها الظروف الملائمه. الظروف الملائمه شنو هي؟ هي انه خاص كذلك هاد التجار او هاد التجاره الالكترونيه تعرف مساعدات من طرف السلطات الحكوميه، تعرف واحد السند باش يمكن هاد التجار هادو يزيدوا القدام. فكنظن بان هاد التاجر هذا اللي كيمشي للتجاره الالكترونيه فهو كيمشي لنفسه، ولكن ما كاينش اي مساعدات، ما كاينش اي واحد المناخ اللي هو يمكن يعمل فيه وينمي فيه الاقتصاد. لان ما نساوش بانه ملي تكلمتيو على التجاره الالكترونيه العالميه فكاين هناك لي غافا، كاينين هناك واحد التجار اللي هي او التجاره الالكترونيه او الشركات ديال التجاره الالكترونيه اللي هي معروفه عالميا واللي هي دابا ولات كتضاهي قدر المعاملات ديالها، راه كيضاهي واحد المنتوج الداخلي الخام ديال بعض الدول. صحيح. اعتذر استاذ وديع مديح نائب رئيس الجامعه الوطنيه لجمعيات حمايه المستهلك على ضيق الوقت. بالفعل كما تفضلت هناك شركات عالميه اصبحت الان لديها رقم معاملات ضخمه سواء في الصين او حتى في الولايات المتحده الامريكيه. شكرا جزيلا لك، ونتمنى ان يكون ايضا مثل هذه التجاره ان تنعكس على شباب هذا الجيل الذي يريد مثلا بحث عن مقاولات غير مكلفه ولكنها في نفس الوقت ذات جدوى اقتصاديه، وقد تكون التجاره الالكترونيه كحل من الحلول. شكرا لك استاذ وديع، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. نلتقيكم يوم غد باذن الله في غرفه الاخبار مع نشرات جديده وفقرات جديده، فالى اللقاء.